نادر تلقى عندنا أقلام تنتج وتبدع. يعني هذا الجيل مالنا إذا ظل على هالحالة راح نتحول إلى أمة أمية حضاريا، يعني مو أمية أبجدية. يعني إحنا عندنا صحيح نقرأ ونكتب، أمية أبجدية ما عندنا، لكن عندنا أمية حضارية. وحقك الآن لما تلزم ابننا حتى اللي بالجامعة تقولك تعال تعرف شيء أنت عن خصائص حضارتك اللي تنتمي لها، أنت عربي، تعرف خصائص الحضارة العربية شنو هي، تعرف سماتها شنو، عندك شيء فكرة عن تاريخك؟ أبدا ما يعرف شيء من هذا أبدا. سيلة تقول له تعال أنت مسلم، تعرف عن نظرية الإسلام مثلا في موضوع العلاقة مثلا مع الدول المجاورة شنو؟ ما يعرف عنها شيء أبدا 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 نهائيا. وتلقى البعض حتى اللي متعرف على أشياء بسيطة متعرف على أشياء ما تمس حياته، ما إلها قيمة إطلاقا. يعني يسأل أسئلة ما إلها ربط بالمعرفة وبتنوير الفكر. فد واحد طب يوم من الأيام على الشعبي قال له أنا عندي مسألة هاي ما مخليتني أنام. قال له خير شنو هي المسألة؟ قال له والله أنا جاي أفكر أن آدم لما زوج ابنه ماذا كان نثاره؟ يعني شنو الفرقة اللي طاها؟ شو وزع ملبس؟ وزع شنو؟ ها؟ قال له ذلك عرس لم نحضره والحمد لله. هذا من حسن شنو سوى إحنا ما شنا حاضرين؟ ها؟ اتأمل أكو عقليات من النوع الله وكيلك إلى الآن. يعني ليش قال لك عن قضايا أم نوح شنو هي؟ شو لك علاقة شنو؟ خلي سوري اسمها شنو؟ يا أخي التفت إلى أمورك، ربي روحك، ربي نفسك. يعني انت المفروض احنا كيان الاسلام اجا وطئنا كل اسباب المعرفة واراد من عندنا ان نكون الانسان المسلم بمستوى حضارته. مع الاسف ابنائنا جاي يتجهون الان اتجاه اخر، لا تلقى ما عندما يربطه بتربته، ما عندما يربط بحضارته بفكرة بآراء اطلاقا ما عنده من هذا شيء. يعني قلت لك احنا امه راح نتحول الى امه اميه حضاريه.